محض صدفة أن يتزامن انفراط عقد المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفتوى صادرة عن عشرات الحاخامات تحظر بيع أو تأجير المنازل لغير اليهود، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ سبب هذه الفتوى إخبار الشعب بالتعاليم اليهودية التي تحظر بيع المنازل للغير، وهدفها حماية الهوية اليهودية لدولة إسرائيل. يهودية دولة إسرائيل هي بيت الداء والدواء، وكل شيء يتوقف عند أعتابها. مفردات سياسية جديدة أدخلها اليمين الإسرائيلي إلى قاموس السياسة العالمية، لكنه الآن يتنصل من تبعاتها. شعب الدولة يهودي، لكن هناك أيضا أشخاص ليسوا يهودا يعيشون بيننا. هذا الموضوع يجب أن لا يطرحه أحد، لا اليهود ولا العرب. هذا لا يحصل في دولة ديمقراطية، فكيف بدولة يهودية ديمقراطية تحترم إرث دولة إسرائيل والكتب المقدسة؟ لهذا فإسرائيل ترفض بشكل قاطع هذه الأمور. البداية كانت الشهر الماضي. حاخام مدينة صفد شموئيل إلياهو يقول إنه يجب منع الاختلاط مع شعب آخر في المدينة، واصفا الكلية الأكاديمية هناك بأساس البلاء لأنها تجذب إليها مئات الطلبة العرب الباحثين عن أماكن للإقامة، ليتبعها بفتوى مثيرة للجدل التحق بركبها أكثر من 50 حاخاما. هناك 50 حاخاما حتى الآن طالبوا بالتمييز في تأجير المنازل للسكان العرب في إسرائيل. الحاخامات هم موظفو خدمة مدنية ويعتاشون من الضرائب التي تدفعها الناس، ثم يدعون للتمييز ضد جزء منهم وهو أمر غير مقبول. هؤلاء الحاخامات مطلقوا اليد وموظفون لدى الحكومة بحسب الفلسطينيين. لا أحد يستطيع أن يقوم بأي عمل ضد هؤلاء الحاخامات المدعومين من الحكومة. يجب أن يتم طردهم، وأنا أطالب النائب العام بتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة التحريض على العنصرية، وهذا مذكور أيضا في القانون الإسرائيلي. هي إذن تسونامي العنصرية تجتاح المجتمع الإسرائيلي، يقول بعض المحللين، مستشهدين بقول بعض الحاخامات إن الانعزال مصدره التوراة. أرض إسرائيل معدة للشعب اليهودي، لكن الجميع يشتهونها. أحمد السباعي، روسيا اليوم.